دي، وادي البيضة، وادي اللي اكلها، وادي اللي سلقها، وادي البيضة. تمام. صباح الخير يا مولاتي. الحمد لله الحمد لله. تمام. السيد الوالد، الله يرحمه طبعا، السيد الوالد والسيدة والدته، يعني أم أبوكي وأبوكي الاثنين، خلاص انتقلوا إلى رحمة الله، وكان عمرهم أصغر من عمرك، يعني مش على وجه الأرض على قيد الحياة لها 55 سنة. عمر أبوكي ما شاف 55 ولا أمه. تمام. فأنت الكبيرة حقت القعدة دحين. هاي. وخالتي هدى الله يرحمها، يعني مو 55 خالص، you know، 55 10، سيبيكي من الصفر يبقى 1. تمام. 1 هو ربي. أي زيارة من الأرواح الطاهرة دي، استمشمش فاهمة فيها، أي زيارة، أي حس، إحساس بوجودهم معاكي، هدي إن هم اشتهوا الفاتحة، فتقولي الله يرحمكم ويغفر لكم ويعفو عنكم بسر أسرار الفاتحة ولحظة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام. ناو عمتك فاطمة، كمشمش يعني، عمتك فاطمة أخت أبوك الكبيرة بكريتهم، يعني فاهمة اللي ربتهم البيبي، صحيح؟ أكبر منك بقى، يعني انتقلت إلى رحمة الله، وهي عدت 55، فهي كبيرة في الوضع ده. فاطمة، سيدتنا فاطمة كبيرة في الوضع ده. أي أحد يجي يتكلم معاكي تشاور على ست فاطمة وتقول كبيرتي. الله يرحمها ويغفر لها ويرفع عنها بسر أسرار الفاتحة ولحضرة رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلاة والسلام عليك يا ست فاطمة وعلى الأرواح الطاهرة التي حلت بفنائك وجوارك وتربتك الشريفة. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. عظم الله أجرك في أبوك حبيبتي. سيدي محمد، والله ما شفنا خير من بعد، وأنتم السابقون، وها نحن إليكم لاحقون. إنا لله وإنا إليه راجعون. It doesn't really matter. هي اسمها فاطمة على اسم فاطمة، right؟ من هي فاطمة؟ فاطمة بنت محمد. من هو محمد؟ رسول الله وشفيعنا. تمام. وفاطمة برضو أم سيدي علي. من هو سيدي علي؟ ها، ابن عم سيدي محمد، زوجوا بنته، صحيح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وأهل بيته الكرام. يبقى ذكرت فاطمة وذكر علي وذكر سيدي محمد، يبقى الحمد لله تربية أبوكي الله يرحمه ويغفر له ويعفو عنه. بس هي دي الحكاية. أوكي. صباح الخير يا مولاتي.